please. فاعلموا عباد الله أن الكلام في أهل البدع من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن أهل البدع يضرون المسلمين أكثر مما يضرهم أعداؤهم الكافرون من خارج، لأن أولئك الكافرين إذا استولوا على ديار المسلمين فإنهم لا يفسدون القلوب إلا تبعا، وأما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء واستقلالا. قد سئل الإمام أحمد عن الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخير أو يتكلم في أهل البدع، فقال أما صلاته وصومه فلنفسه، وأما كلامه في أهل البدع فللمسلمين، هذا أحب إليه. وجعله رحمه الله وجعله شيخ الإسلام من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا موجا، فالله المستعان.